10 تشكيات للطاقم الشباب معناها اللي شكلهم اليوم على المعامله السيئه معناها اللي قاعدين يتلقاو فيها وما يحسوش الحقيقه بالعدل معناها اللي موجود بينهم وبين المواطنين التونسيين الاخرين. بالنسبة لتكليف العملية هل هي إرهابية أم إجرامية؟ يعني المؤسسة القضائية كيفت العملية بعملية إجرامية. أثر العملية الإجرامية الجبانة التي جدت مساء أمس، ومثل هذه العمليات الإجرامية عرفتها الكثير من الدول.